السلام عليكم الاخوان، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبه للفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نتكلموا على جوج ديال النقاط. اول حاجه اللي هي متعلقه يعني بالجامعات، بالدفعه ديال الجامعات. بزاف ديال الطلبه او حتى الاباء والامهات ديال الطلبه كيتواصلوا معايا ويقولوا لي بالنسبه لاخر اجل بالنسبه للتسجيل، وكاين اللي كيشوف يعني في بعض المواقع ان التسجيل غادي ينتهي ان شاء الله في منتصف شهر ابريل، او اللي غادي يسالي في شهر 10 ابريل. والنقطه الثانيه اللي بزاف تا هما كيتواصلوا معايا على قبله يعني الاباء، وهذا هي بالنسبه للمشكل ديال المعادله. المهم بالنسبه لهاد النقط هادو غادي نحاول نتكلم عليهم، ونتكلم حتى بالنسبه للترتيب ديال الجامعات اللي عنده علاقه بالمعادله وعنده علاقه حتى باخر اجل ديال التسجيل. انا نعطيكم اشنو العلاقه ما بين ثلاثه الحوايج هادو. العلاقه ما بين ثلاثه الحوايج هادو هو بالنسبه للناس اللي كيشوفوا بان اخر اجل التسجيل في بعض الجامعات اولا في المنح ديال الصين غادي ينتهي ان شاء الله في 10 ابريل، فهذا بالخصوص كينطبق على الناس ديال منح الحكومه الصينيه. بالنسبه لمنح الحكومه الصينيه، بالنسبه كيكونوا جوج ديال الانواع اللي كيكون تيب ا وتيب بي. التيب ا اللي هو كيكون من المغرب، وتيب بي اللي كيكون من الصين. يعني تقدر تدفع التيب ا من المغرب الا كنت غادي تدوز عن طريق وزاره التعليم العالي. يعني هاد المنح هادو كيتعطاو يعني كشراكه ما بين المغرب والصين، وهادو تقريبا راه ديجا سال الدفع ديالهم، وهاد العام هذا كاين 12 منحه. وبالنسبه للتيب بي فهذا الطالب يقدر يكون داخل الصين ويقدر يكون في المغرب ويقدر يدفع عليهم بجوج، لا تيب ا لا تيب بي، ويقدر يحصل على وحده منهم. حيت دائما السي اس سي او المكتب اللي كاين في بيجين اللي عنده علاقه يعني ديال الغوفرنمون ديال الصين اللي كيعطي المنح الحكوميه، فهو ملي كيتوصل بالملفات من تيب ا وتيب بي راه كياخذ وحده فيهم ان شاء الله. بالنسبه اشنو العلاقه ما بينه وما بين ترتيب ديال الجامعات، فكيف ما كنشوفوا بانه المنح الحكوميه راه كيصيفطوا الطلبه فقط للجامعات اللي هما مصنفين اولا الصين كتعطيهم واحد الاعتراف اللي هو كيف ما كنقولوا 100%، حيت كيكون واحد الاعتراف بالجامعه من طرف الجهه اولا المقاطعه، وكيكون واحد الاعتراف على صعيد الصين، وكيكون واحد الاعتراف من خلال واحد جوج ديال لي بروجي. الاول كيتسمى 985 والثاني كيتسمى 211. هاد جوج ديال لي بروجي باش كتعرف هذيك الجامعه واش مزيانه في الصين واش طوب، شوفها واش فيها هاد جوج ديال لي بروجي اللي هو كيتسمى 985 وواحد اخر اللي كيتسمى 211. الا كان فيها غير واحد اللي هو 211 فهي كتصنف يعني ما غاديش نقول لك ممتازه، مي كتسمى مزيانه. الا لقيتي الجامعه اللي انت كتقرا فيها او الجامعه اللي غادي تدفع عليها ما فيها حتى وحده من هاد جوج ديال لي بروجي فهي كتسمى جامعه متوسطه، ولا كان الكلاسمون ديالها في داخل الصين تحت 150 فهي كتسمى جامعه ضعيفه في المستوى. يعني اخويا ولا اختي الا كنتي كتبازي من بعد باش انك يعني ربما تكمل الدراسه ديالك خارج الصين، تمشي لواحد الدوله نقولوا بغيتي تمشي لاوروب، بغيتي تمشي لامريك ولا اي دوله في هذا، شوفها بعدا واش فيها جوج ديال لي بروجي داخلين. الا كان داخلين كنقول لك غير كمل القرايه ديالك، راك انت في المكان الصحيح. ولا كانت فقط فيها بروجي واحد، عرف بانك راه الا كنتي كدير الباشور خصك دوز لماصر دير في شي جامعه اللي ما احسن باش من بعد تقدر تغير الوجهه. وحتى بالنسبه لهذه النقطه هذه راه كتكون عندها علاقه بالخدمه، حيت لا يعقل انك تكون كتقرا في واحد الجامعه اللي الكلاسمون ديالها 200 او 300، ولا نقولوا حنا كاع الكلاسمون ديالها 150 وما فيها ما دخلش حتى واحد من هاد لي بروجي هادو، فراه ما يمكنش انك تفكر بانك غتاخذ الباشور وتمشي لاوروب. راه كنقول لك اوتوماتيكمون حاول تزيد الماستر ديالك داخل الصين في شي جامعه اللي كتكون طوب، باش من بعد باش ما تلقاش هاد الاشكاليه هادي. يعني راه كل حاجه راه الانسان بالنسبه للمنح راه كتجازى حسب النقطه ديالك. كاين بعض المشاكل اخرى علاش تكلمت بالضبط على هذا الموضوع، هذا هو كاين بعض الناس اللي ما كيكونوش عارفين هاد المعلومات كاملين وكيدفعوا مع ناس، وكيكون المشكل ديالهم انهم كتكون الا لقيتي راسك على سبيل المثال عندك 13 في النقطه او لا 14 في النقطه او لا 15 في النقطه، وكيقراو معاك الكلاس ميت ديالك اللي جايبين 10، عرف راه شكون اللي هو كالعصا، هو داك اللي جايب النقطه عاليه. حيت كيكونوا بزاف ديال هاد الحالات هادو، كاينين طلبه اللي كنلقاو عندهم 16 في النقطه حتى 17 في النقطه وكيقراو في جامعات اللي هما كيقبلوا فقط طلبه بلا موين ديال 10. فهاد الحاله هادي هذاك اللي مول 10 راه ما عندوش الاشكال، ولكن هذاك الانسان اللي عنده 16 17 راه هو اللي كيكون يعني متضرر. علاش؟ انا نشرح لك. الا كنتي جايب 16 17 راه بالنسبه فاش كتقرا في الجامعه كيف ما قلنا من قبل راه ماشي بحال انك كتقرا في الليسي او لا في البريمير او لا في السكوندير. يعني كيف ما قريتي ملي كتوصل للجامعه خصك تكون كتقرا. انا نعطيك ابسط مثال، ابسط مثال هو الا كنتي على سبيل المثال
جايب 10 في لا مويان، اشنو هما الفرص اللي عندك في المغرب؟ تقدر تمشي للجامعه اللي هي عاديه وتقدر تمشي للتكوين المهني، المهم عندك هاد الحوايج هادو. بالنسبه لواحد الانسان جايب 16 17 كيكون عنده واحد شويه ديال لو شوا اكثر ديال انه يمشي لمدرسه عليا، يقدر يمشي لي كلاس بريباراتوار، يقدر يمشي يدير الميديسين. هذا هو الفرق ما بين هنا في الصين نفس الحاجه، يعني كل ما كتكون النقطه ديالك عاليه كل ما خصك تقرا في واحد الكلاس ديال المستوى ديالها عالي، وكل ما خصك تقرا في جامعه اللي المستوى ديالها عالي بغض النظر كيف ما غادي تكون المنحه ديالها. كاين، انا نقول لك واحد النقطه، حيت كاين بزاف الناس كيصحاب لهم بانه الجامعات اللي مزيانين راه ما كيعطوش منح. لا، راه الا عندك نقطه مزيانه عندك الحق في جامعه مزيانه وعندك الحق في بورصيه مزيانه. كاين بعض الجامعات بطبيعه الحال راه كيديروا لونتروتيا، هاد الحوايج هادو دائما فاش كتكون غادي تدفع مع الايجنت ديالك او لاجونس ديالك دائما سولهم واش هذيك الجامعه غادي نحتاج من الانترفيو ولا ما غاديش نحتاج الانترفيو. يعني ضروري دائما تسول الا كنتي غادي تدفع مع اي واحد، ما تمشيش مع واحد الغلط واحد اخر ان يعطيك يعني يبروبوزي عليك بزاف ديال الجامعات. دائما اختار جامعه بجامعه، يعني على سبيل المثال غادي يكون الاختيار ديالك مع واحد لاجونس او لا، سواء كانت في المغرب سواء كانت في الصين سواء كنتي غادي تدفع معايا ولا اي واحد، دائما حدد معاه الاسم ديال الجامعه. الاسم ديال الجامعه ضروري، وقبل ما تكونفيرمي هذاك الاسم ديال الجامعه سير قلب، دير شويه البحث ديالك نتايا، دير واحد ليفور قلب شوف ديك الجامعه واش مزيانه ما مزياناش. تقدر تجي تسولني قول لي فوالا هاد الجامعه مزيانه ما مزياناش، ها النقطه ديالي شحال، ديك الساعه الامور كتبان، يعني من النقطه ديالك من الدوسي ديالك راه كيبان اشنا هي الجامعه اللي مناسبه للملف ديالك. حيت ملي غتبغي تقلب على خدمه، ملي غادي تبغي تبدل الدوله تمشي لدوله اوروبيه ولا كيف ما بغات تكون الدوله هذه، راه ما كيبازوش على واش عندك منحه اولا ما عندكش، واش قريتي بمنحه في الباشلور ديالك ولا لا، كيشوفوا منين قريتي الباشلور ديالك اولا فين قريتي الماستر ديالك. هذا هو اللي كيبازو. راه ميم في داخل الصين، في داخل الصين راه ملي كتخرج غير للزنقه، ابسط مثال كتخرج للزنقه كتقول لهم كيسولك واحد الشيء وكيقول كيقول لك اش من جامعه كتقرا فيها، كتقول لي راه كنقرا في الجامعه الفلانيه، كيقول لك ملي كتشوفو كيدير لك هاد النظره هادي راه اوتوماتيكمون عارف المستوى ديالك بانه مستوى رديء او المستوى ديالك راه طايح. اما على سبيل المثال فاش كتقول لي راني كنقرا يعني في واحد الجامعه ديال يعني نقولوا حنا واحد الجامعه اللي معروفه في الصين في الكلاس مون ديالها بارمي 30 الاولين ولا هذا، كتقول لك كيقول لك واو كتقرا في هذه الجامعه هذه دونك راه يعني ني خليها زعما فهمتيني راك انت النيفو ديالك راه فريمون طوب راه هذه هذه. يعني هاد الحوايج هادو الاخوان راه ضروري خصك تركز عليهم. علاش؟ ملي غادي تبغي تخدم حتى هما راه كيشوفوا هاد الحوايج هادو. راه ميم كنت قلت واحد اللايف راه ميم السالير ديالك، السالير ديالك راه كيتحدد من خلال اشنو النوع ديال الجامعه اللي تتخرجتي منها، راه حتى بالنسبه للسالير ديالك سواء في داخل الصين حتى في دول اخرى. كاين بزاف الناس اللي ربما ما كيعرفوش هذه المعلومه هذه، راه خصك تعرف حتى بالنسبه في داخل الصين حتى بالنسبه للسالير ديالك. راه كيكونوا الناس اللي عندهم بار اكزومبل، انا نعطيك ابسط مثال، ابسط مثال هنا في الصين كاين يعني الكلاس مون ديال الجامعه وكاين الكلاس مون ديال التخصص، كنهضروا بالنسبه للناس ديال الماستر والبيش دي خاصه بالنسبه للناس هادو. فهاد الحاله هذه راه الا كان عندك بغيتي دير البي اتش دي ديالك، كنهضر دابا بالنسبه للبي اتش دي بالخصوص البي اتش دي ماشي الباشلور ماشي الماستر، البي اتش دي حاول تقرا في الاي بلاس، حاول تقرا في الاي بلاس في التخصص، في التخصص في التخصص في التخصص كنقول لك حاول تقرا في الاي بلاس. راه تقدر تقرا في جامعه نقولوا احسن جامعه في الصين اللي هي تسينخوا، ولا ما كانش التخصص ديالك الاي بلاس في ديك الجامعه راه حتى في تسينخوا راه فهمتيني راه ماشي فهمتيني راه اي راه الجامعه راه مكلاسي طوب واحد والجامعه مزيانه والدبلوم ديالها راه معترف به وصحيح وكلشي، ولكن راه ديك الاي بلاس راه غادي تكون واحد لافونتاج واحد اخر من بعد حتى بالنسبه للسالير ديالك. راه حتى هي كتلعب واحد الدور اللي هو مهم هادشي في الداخل ديال الصين. وإلا كنتي عاوتاني في واحد الجامعة اللي نقولوا الكلاس مون ديالها 25 30 وهذا، راه حتى هو فيها واحد الكلاس مون ديال داك التخصص هذا كيف ما قلت لك بالنسبة للناس ديال البي اتش دي. بالنسبة للناس ديال الباشلور دائما كنركز معاك حاول تقرا في جامعة اللي مصنفة مزيان على حسب النقطة ديالك بطبيعة الحال، فهذا هو اللي غادي يقدر. حيت من الباشلور غادي تبغي دوز الماستر راه كيشوفوا الباشلور ديالك فين قريتيه. راه كاينين بزاف ديال الطلبة اللي فريمون في الصين حاليا وكيعانيو وجاو لقاو مشاكل كثيرة بزاف، جاو من المغرب المهم تدفع لهم بطريقة عشوائية ولقاو هاد الاشكاليات هادو. حاول انت ما طيحش في هاد الاشكاليه هادي، حاول تبازي على الجامعه تكون مزيانه. كاين بزاف ديال سميتو حاول دائما نعطيك ابسط مثال، كاين بعض عاوتاني بعض الاوفرز اللي غادي تلقاهم يعني في يعني خارجين هاد العام هذا فيهم جامعات مزيانين، وكتلقى على سبيل المثال كتلقى جامعه مزيانه وكتلقى النقطه اللي طالبينها طايحه،
فهاد الحاله هذه عرف راه كاين شي حاجه تما اللي ماشي هي هذيك، عرف بانه راه كاين شي اشكاليه تما. هذه بلا ما نطرقوا لها هذه نقدروا نديروا عليها فيديو تاو بوحدو. حاول كيف ما قلت لك من هاد النقط هادو انك ما تضيعش الوقت ديالك، حاول دائما انك تشوف شي حاجه اللي ديما مزيانه لك بواحد الثمن حتى هو اللي مزيان لك، باش ان شاء الله يعني يكون عندك واحد المسار اكاديمي اللي هو مزيان. وبالنسبه للمعادله، المعادله فهي كتعطل على حسب، راه كتلقى في نفس الجامعه، في نفس الجامعه تقدر تاخذ المعادله في بعض التخصصات وتقدر ما تاخذهاش في بعض التخصصات. داكشي باش كنقول لك حاول ترد البال، يعني حاول ترد البال في هاد النقط هادو، حيت بزاف ديال الناس كيسحاب لهم صافي راك قريتي في واحد الجامعه في الصين او لا درتي الماجستير ديالك في الصين راك صافي غادي تاخذ المعادله. لا، راه حتى الترتيب ديال الجامعه كيفاش داير، وحتى بالنسبه للتخصص ديالك اللي كتقراه في هذيك الجامعه تقدر تلقى على سبيل المثال في الكمبيوتر ساينس اند تكنولوجي، في البيزنس ادمنستريشن كيعطيو المعادله في المغرب بالنسبه لذاك التخصص، ولكن في واحد التخصص واحد اخر اكس ما كتاخذش عليه المعادله. يعني هاد الحوايج هادو خصهم يكونوا واضحين، خصك تكون ملي كتسول اولا غادي تمشي تدفع مع شي حد، خصك تكون كتسول مزيان وكتكون ضابط الامور ديالك وضابط المعلومات ديالك، وتكون حتى حاجه ما كتفلتش لك. راه كاينين بزاف ديال المعلومات اللي ربما كيكونوا حصريين، اللي ربما ما كتكلمش عليهم من قبل في لي فيديو. غادي نحاول فقط نحاول نشير لهم اولا نحاول نعطي فهمتي واحد الضوء اللي هو صغير باش الناس انها فهمتيني تعرف هاد المعلومات هادو باش ما تصيدش ان شاء الله. كنشكركم بزاف على السيبور ديالكم والدعم ديالكم. بالنسبه للفيديوهات ديال اللي كنت بديت يعني في هذا ديال رمضان، غنحاول ان شاء الله الجزء الثاني ان شاء الله نحطو ان شاء الله نحاول نهار الثلاثاء اولا الاربعاء، باش ان شاء الله نمشيو بجوج ديال لي فيديو ان شاء الله في الاسبوع. تحياتي وتنتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم.